خالد، اعرف من حضرتك رؤيتك العامه يا فندم عن سوق السيارات في مصر. بصي حضرتك، هو سوق السيارات في مصر للاسف ملوش كتالوج. للاسف ملوش كتالوج، مش زي العربيات يعني. لا ما بينزلش بالكتالوج المانيوال بتاعها، مفيش اي حاجه تدل على رؤيه واضحه ولا طريق واضح احنا رايحين فين. للاسف احنا دايما بمثل سوق السيارات عندي انا بالهمزه وليس بالقاف، يعني سوق السيارات وليس سوق السيارات. احنا عندنا مشكله كبيره جدا، ان احنا عندنا وقت تلاقي الاحتياج اكتر من المعروض، واحيانا تلاقي المعروض اكتر من الاحتياج. مشكلتنا ان احنا دايما بنتتبع اساليب ان دايما اللي مش موجود مرغوب. الممنوع مرغوب. ممنوع مرغوب، بس مش عايز اقول ممنوع لان مش ممنوع. الموجود مش موجود فمرغوب. احنا عندنا دي المشكله دي. لا، في تخبط في عندنا السوق. قد يكون واعد في بعض الاوقات، قد يكون واعد في بعض الفترات، ولكن في ظل الظروف اللي احنا عندنا فيها تخبطات في بعض القوانين وبعض اللوائح وبعض الامور اللي بتصدر، بيخلي كل سواء التجار او الوكلاء او المستوردي او المصنعي السيارات عندهم تخبط، ما عندهمش رؤيه واضحه، ما عندناش احنا رايحين فين. مشكلتنا احنا رايحين فين، احنا مش الرؤيه دي مش واضحه ليه. ولا مشكله امكانيات يا استاذ خالد؟ لا بالعكس، ده في امكانيات كويسه جدا. يعني لو احنا بنتكلم يعني على مستثمرين، يعني استاذ محمد بيتكلم على فكره ان احنا عندنا مشكله اساسيه في الموتور وفي الموتور والفتيس. لا، هو استاذ محمد بيتكلم على حته التصنيع، انا ما بتكلمش على التصنيع، انا بتكلم على السوق. احنا دلوقتي بنتكلم على سوق السيارات في مصر. ما هو سوق السيارات في مصر جزء منه فكره التصنيع والصناعات المغذيه. مظبوط. احنا انا بكلم حضرتك على 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 موضوع السوق فقط. يعني النهارده لو بتكلم على سوق السيارات، لا، في الوقت الحالي احنا عندنا تخبطات. لو هنخش بقى في حته موضوع التصنيع، لا هنستفيد. قبل ما نتكلم على التصنيع، التخبطات اللي حضرتك بتتكلم عليها عشان نقفل الملف ده. هقول لحضرتك على حاجه، يعني مثلا التخبطات اللي احنا بنتكلم عليها، احنا عندنا مشكله في ان النهارده اذا كان الوكيل قادر ان هو يستورد لان عنده امكانيه وعنده استثمارات وعنده ان هو يجيب استيراد للعربيات او يصنع عربيات، بتيجي بعض الناس التانية تعمل دخلاء على السوق، يدخلوا نفس العربيه بسعر تاني بنظام تاني، تلاقي ما فيش بقى لحضرتك ايه، تلاقي مشكله ان تلاقي العميل في ملتقى الطرق، يعني عنده مشكله انه اشترى عربيه من مصدر غير الوكيل، ويجي للوكيل يقول له حل لي مشكلتي لان انا عندي مشكله في عربيتي. انا مش انا اللي استوردتها لك، انا مش انا مش هي المشاكل اللي موجوده عندك هي اللي انا جبتها. لا، والزم ان انا التزم ان انا اصلحها له او اعملها له. في لا، في تخبطات، الاسعار متفاوته ومتباينه، لان غالبيه الناس النهارده بتتكالب على الشراء. يعني احيانا لما يكون منتج مش موجود او مش متوفر بشكل كبير بتلاقي يتكالب على الشراء. وبنستغرب كتير جدا يا استاذ خالد انه يقول لك ان البلد ما فيهاش فلوس والناس مش لاقيه فلوس وبتاع، وبعد كده لما تنزل عربيه جديده تقعد على الويتنج ليست، على قائمه الانتظار، مده طويله جدا. مش اقل من 6 شهور. مش اقل من 6 شهور. لا، هو في فلوس وفلوس كويسه قوي، بس احنا دايما بندعي ان مفيش فلوس. لا، في فلوس وفي امكانيات، ومشكلتنا ان احنا مش عارفين زي ما قلت لحضرتك سوقنا ما هوش كتالوج. لا، احنا لو عندنا الكتالوج بتاع سوق السيارات صدقيني احنا بنكون من الاسواق الواعده في مستقبل سوق السيارات. طيب استاذ محمد.